السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلاغ توضيحي عاجل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إثر ما تم ترويجه من معطيات على مواقع التواصل الاجتماعي تهم 3 أطفال قاصرين بإقليم أزلال ينحدرون من أسرة واحدة، 2 منهما متمدرسين والثالث دون سن التمدرس. وقد جاء في بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة أن تتقدم بالتوضيحات التالية. وجاء في هذا البلاغ: لم يسجل قط أن تم حرمان أي طفل أو طفلة من حقه في التمدرس بناء على وضعيته العائلية أو أي اعتبارات أخرى. إذ تحرص الوزارة والأكاديمية ومصالحهم الخارجية على ضمان الحق في التمدرس للجميع باعتباره حقا دستوريا، بل ويتم التنسيق مع المصالح المختصة وخاصة السلطات الترابية والنيابة العامة لتسوية وضعية بعض الأطفال الذين لا يتوفرون على الوثائق التبوتية. وتضيف الأكاديمية في البلاغ: التلميذة والتلميذ الشقيقين اللذين تم تصويرهما في الشريط متمدرسان بالمستوى السادس ابتدائي ويتوفران على رقم مسار ووضعية تمدرسهما سليمة، وادعاء حرمان تسجيلهما بالثانوي الإعدادي غير صحيح بدليل أن نتائج الامتحان الإشهادي للمستوى السادس ابتدائي لم يتم إعلانها بعد، فكيف يتم ضمان حقهما في التسجيل والانتقال بين المستويات ثم حرمانهما من الانتقال إلى السلك الموالي؟ أما بالنسبة للطفل الثالث، يضيف البلاغ، الذي تم إظهاره في الشريط فسيستفيد من التمدرس ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022 في إطار عملية تسجيل الأطفال التي انطلقت بالمديريات الإقليمية اعتبارا لسنه. وتضيف الأكاديمية في البلاغ بأنها تدين استغلال الأطفال القاصرين لتقديم معطيات مغلوطة والتشهير بهم ضدا على القوانين المعمول بها، وتعلن أنها تحتفظ لنفسها بسلك المسطرة القضائية في الموضوع باعتبار أن الأطفال الذين تم استغلالهم والتشهير بهم هم متمدرسون، ومن واجب الأكاديمية الجهوية حمايتهم وضمان حقوقهم.